عقتل انا يالا؟ شايفني بريالا؟ اصدق الهبل اللي انت بتقوله ده؟ لخص بقى يالا، سلمني الصاروخ ده ومن غير مناهده كتير. هاري كتير استخدم معاك العنف. حاضر يا باشا، اتفضل. بسم الله ما شاء الله، ده الصاروخ ده متصنع بطريقه بروفيشنال قوي. علي الباشا، بارك لي يا باشا. ايوه يا باشا، زي ما اقول لك كده، قسم بالله الصاروخ معايا هنا اهو. لا 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 لا، ما تقلقش، دقيقتين بالظبط. يا رجالة، الواد ضرب فيا الصاروخ، الواد بهدلني، الواد ده يجري دلوقتي حالا. ها يلا، عملت اللي قلت لك عليه ولا لسه؟ عيب عليك، كل حاجة تمام، وبدل الصاروخ عملت لك أربع صواريخ. طب حلو قوي، هات بقى الأربع صواريخ وقابلني يلا، سلام. تمام يا فندم. عرفتوا اي حاجه عن الواد ده؟ لسه يا فندم، بس مش عايزك تقلق، اقل من 24 ساعه الواد ده هيكون عندك هنا. 24 ساعه دي كتير قوي، 12 ساعه والواد ده هيكون عندي هنا. يلا امرك يا فندم. القعدة الحلوة دي والغالي علينا غالي، والغالي علينا غالي، والغالي علينا غالي، والغالي يا حسام يا غالي. ولك ايه؟ امسك كده بقى الصاروخ ده كده، هتحطه لي جنب الحاج عبد الغني من هناك، وهتمدد لي السلك ده هنا، وانا همدد معاه بالسلك ده وهولع فيه والصاروخ هيضرب فيه. يلا توكل على الله. يا ليل طول شويه، السهره الحلوه دي والغالي علينا غالي، بص روق عليك على اخرك، والغالي علينا غالي. يلا بينا. وبيعمل صوت يهز البلد كلها. طب يلا بقى بينا نمشي من هنا عشان لو دفشنا البلد تنزلنا كلنا. ماشي يلا حبيب قلبي، يلا بسرعه بقى، لما تشيك الفيديو قاعدين مستنيه. يلا بسرعه انزل اعمل لايك للفيديو، ولو مش مشترك في القناه اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان اي فيديو نزلته ما يجيكمش عارف ايه. يلا بسرعه انزل اعمل لايك واشترك في القناه حبيب قلبي. وصلت طيبين، باي. الحمار. لسه يا فندم، لسه ازاي متخلف انت وهو؟ لسه ازاي يا فندم؟ انت عطينا 12 ساعة، ما عداش من ال 12 ساعة غير ربع ساعة بس. ماليش دعوة الكلام ده كله، انا قلت 12 ساعة مش 12 ساعة بس يا حبيبي انت وهو. الوقت ده يجيلي في اسرع وقت، فاهم؟ فاهم يا فندم، فاهم. استاذن حضرتك. ولا بقول لك ايه، كمل حاسبك كده، ما تخلكش عيل خواف، ويلا ما تفكر على ما تخافش. يلا حاضر، ربنا يستر. لا لا لا، مفيش مشكلة يا باشا، كله تحت أوامرك. وبعدين عيب عليك، انت عمرك قلت لي على حاجة قبل كده وأنا رفضت؟ لا لا لا، بالنسبة للنقطة دي ما تقلقش،
اقفل دلوقتي ابقى اكلمك بعدين. يلا سلام سلام سلام. الو كده كلام قوي. والصحاب افتكر بعد اللفه اللي فوق على ودنا دي هنرجع نسمع تاني؟ اه طبعا يلا هنرجع نسمع تاني ان شاء الله. هو الدكتور قال كده؟ يا عم دكتور ايه بس اللي قال كده؟ احنا مستحيل نرجع نسمع تاني ابو الصحاب. احنا اترشينا ابو الصحاب. ايه ده؟ ولا احنا ما ترشيناش ولا حاجه، ما احنا سامعين بعض اهو عادي. اه عندك حق انا بالصحاب، انا سامعك هو كويس، واحنا ما ترشناش ولا حاجه، يعني احنا رجعنا نسمع تاني. وروح حط السيرك بينهم هما الاثنين وانا هولع هنا. يلا ماشي. استعنى على الشاي بالله. مفيش كده غير جدي بس، هو الوحيد اللي ما ضربتش فيه اي صواريخ، بس لو ده هنضربه فيه. يلا بينا. حلو قوي ده، جدي مسهل لنا الدنيا على الاخر، واقف وعطينا ضهر. كل اللي عليك تمسك الصاروخ كده وهتروح حاطه جنبي، وهتلوني السلك وانا هولع منها. يلا ماشي تمام. جدي ايوه لوقا. حلوة قوي. ولا حرك انت وهو. يلا سلمني انت الصاروخ وانت سلمني المدفع عشان المرة ما تعرفوش تهربوا مني. طب تحلم. يلا خد فوق.